وهذه الإشاعات اللي تلقات عليا أنا تفاجأت براسي بأنني الناس عيطوا لي في التليفونات خويا واش مريض واش لاباس، قلت لهم ما مريض ما والو، ولكن شكون اللي حط هذا الخبر؟ قالوا لي حاطينه في الانترنت، وأنا تفاجأت نيت والحمد لله أنا ما مريضش والشعب ديالي اللي تيبغيني واللي يحبني بزاف. اللاعب كاماتشو راه في صحة جيدة وتنشكر اللي عيط ليا من داخل المغرب وخارج المغرب، تنتمنى له شكرا على هذه المكالمة هذه.